الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده من ذا فود فارماسيست. معاكم مروان احمد. النهارده يوم 12 مارس 2021 هنتكلم عن كونتنت فيفا التيمت تيم. يا ريت يا جماعه تعملوا لايك للفيديو قبل ما نبدا، تعملوا لايك بليز للفيديو، تعملوا سبسكرايب للشانل، تشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم فيديوهات بننزلها يوميا، اعملوا فولو على السوشيال ميديا شانلز، هيطلع لكم دلوقتي الهاندل بتاعتي على الشاشه على تويتش وعلى انستغرام وعلى تويتر. النهارده هنعمل ريفيو سريعا على الكاي جوندوجان بلاير اوف ذا مانث. نازل له كارت جديد النهارده 88 سي ام سكيل موفز 4 ويك فوت 4 هاي ميديوم وورك ريت. الكاي جوندوجان جاب جولين في ليفربول في فبراير، جاب جولين في توتنهام في فبراير، برضو ماتشين ورا بعض. بعد كده اتصاب في ماتش توتنهام، ما لعبش ماتش ايفرتون تقريبا، في ماتش نزله احتياطي وعمل اسيست. يعني انا وجهه نظري الشخصيه بصراحه ان هو ما يستاهلش خالص بلاير اوف ذا مانث. مش هقول برونو فرنانديز اللي جايب 3 جوال واربع اسيستات هو اللي يستاهل بلاير اوف ذا مانث وكان في نتيجه كبيره منهم زي ساوثامبتون مثلا، لا مش هقول برونو فرنانديز. انا بالنسبه لي بصراحه مع اني كنت عايزه يمشي من مانشستر يونايتد، لكن هو جيسي لينجارد هو اللي يستاهل بلاير اوف ذا مانث بكل امانه. يعني البلاير ديتيلز بتاع اللعيب ده او الستاتستكس الاتريبيوت ديتيلز، البيس بتاعه طبعا واطي. هو كان عنده اوريدي بلاير اوف ذا مانث 86، عملت له ريفيو برضو قبل كده وان جيم ريفيو ما عجبنيش خالص، فالكارت ده بصراحه باين ان هو احسن منه. هنقارنه بين الكارت الثاني اللي هو البلاير اوف ذا مانث. هو اكسلريشن 74 سبرنت سبيد 74، الكارت ده بيامن له باي ذا واي ان هو ياخد تيم اوف ذا سيزون. انا ده برايي. الشوتنج بتاعه حلو، يعني اتاكينج بوزيشن 86، فينيشنج 79، شوت باور 85، لونج شوت 82، فوليس 83، بنتيز 89. حلو لكارت سي ام مش كام. باسنج بتاعه 91، فيجن كروسنج 83، فري كيك اكس 78، شوت باس 93، لونج باس 90، كيرف 90. حلو الباسنج بتاعه، الدريبلينج بتاعه 82، اجيليتي بالانس 82، رياكشن 90، بول كنترول 93، دريبلينج 89، وكومبوزر 92. الكارت ده احسن بكتير في الدريبلينج انا اعتقد من الكارت اللي فات. انا عجباني حته الدريبلينج. ديفنسيف ابيلتي بتاعته 82، الانترسبشن ديفنسيف اويرنس 80، ستاند تاكل 79، سلايد تاكل 72، الفيزيكال بتاعه ستامينا 78، ستراند 80، اجريشن 77، ضعيف بدنيا جامب بتاعه 87، بلاير تريتس بتاعته انجري برون، لونج شوت تيكر، بلاي ميكر، تكنيكال دريبلر. طيب الكارت ده هنشوف متطلباته ايه، لكن هو واضح ان هو له ما له وعليه ما عليه من الاخر. يعني ليه مقومات تخليه سي ام كويس وليه مقومات تانية ممكن تنزله من ان هو سي ام كويس ليبقى سي ام عادي. الكارت ده محتاج اول سيجمنت 80، تيم كامسي 75، مانشستر سيتي بلايرز 1، والكارت ده محتاج برضو سيجمنت تاني 84، تيم كامسي 70، بريمير ليج بلايرز مينيمم 1. ده بالنسبه لي انا شايف ان هو كتير على كارت زي ده. هندخل ونشوف ليه على فودبن ونشوف ايه اللي ممكن كام سايز ممكن نديها للكارت ده. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك للفيديو دلوقتي، ثانيه هتاخد منك ثانيه، بتساعدنا كتير، بتوصل الفيديو ده لناس كتير جدا وبتساعدنا ان احنا نقدر نقدم كونتنت بشكل يومي بالطريقه دي. طيب احنا كده على بيج بتاعت الكاي جوندوجان. انا كنت بجرب كام ستايل كده اشوف عليه ممكن ينفعوا ايه. طبعا هو اس بي سي هيكلفك 90,000 على بلاي ستيشن، اكس بوكس هيكلفك 90,000، والبي سي هيكلفك تقريبا 100,000. فرق بينه وبين ال 86 بتاعه ملحوظ، يعني 3 بيس، 2 شوتينج، 2 باس، 2 دريبلينج، 2 ديفنسيف ابيلتي، 3 فيزيكال. هو مشكلة هو بالتايب افريج، بس هو مشكلته يعني انا من اللي لاحظته في كارت ال 86 بتاعه بتاع بلاير اوف ذا مانث ان هو تحركته كانت بطيئه جدا، كان الانيميشن بتاعه بطيء جدا. فمش عارف الكارت ده هل هيفرق ولا لا، ما اعتقدش ان هو هيفرق كبير عشان بوست مش كبيره قوي، لكن اعتقد ده برده هيبقى فيه نفس مشكله الانيميشن، نفس مشكله البيس. هو هيشويط جدا، باسير كويس قوي، لكن في مشكله نفس مشكله البيس. لازم هنعلي البيس دي. لو هنلعبه كام، انا شايف ان احنا نديله هانتر هتعلي البيس وهتعلي الشوتينج، بس هتلعبه كام، او هتلعبه 6 او هتلعبه 8 في تشكيله 4 3 3، يبقى في ديفنسيف ميدفيلدر وهو واحد من الثمانيتين، مع الهانتر بيبقى كام 90، سنتر فورورد 89، سنتر ميد 89، بيعلى عن اللي هو فيه دلوقتي. لو هتلعبه كام هتعتمد عليه في الحته الدفاعيه شويه، تحط له شادو برضو عشان تعلي له البيس 84 بلس 10 في كل حاجه مع الشادو، والديفنسيف ابيليتي هيعلى، انترسبشن 10 بيبقى 92، هيدنج اكس هتفضل ضعيفه، هو اصلا مش كويس بالهيد، ديفنسيف اويرنس هتعلى 5 هتبقى 85، سلايد تاكل هتعلى 10 89، سلايد تاكل هتعلى 15 بحاله وهتبقى 87. فانا شايف ان انت لو هتدافع بيه هتلعب بيه بشادو، لو هتهاجم هتلعب بيه بهانتر، تختار واحده من الاثنين، تقرر انت. لو هتعمل اس بي سي ده تختار اني واحده فيهم. طبعا الكارت ده هيبقى كويس قوي ان انت تعمله دلوقتي، بحيث انه لو فاضل علي قدام
ممكن ما يعمل يسيف كوينز يعني، زي ما انتم شفتوا او اتفرجتوا عليا في الستريم كنت عملت الايكون اس بي سي، عملتها كلفتني اللي هي الايكون بيك اللي هي ب 1000 بمليون و300، قدرنا ان احنا نعملها ب 40 ولا 45 الف كوين بس، وكنا عملنا حركه كده ان احنا استخدمنا بلاير اوف ذا مانث يوسف النصيري، علشان هو كان الكروت كان هو ارخص 86 على الماركت، وان انت تعمل اس بي سي كان تقريبا 82 الريت بتاع السيجمنت. فجندوجان ده ممكن يكون حاله مثيله، لو انت عامل 86 ممكن تعمل 88 وانت بتشجع مانشستر سيتي، وال 86 انت بتستخدمه في اس بي سي. ده كده احنا وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم بيعجبكم الجيم بلاي او مش الجيم بلاي ريفيوز دي، الريفيوز اللي احنا بنعملها دي على اللعيبه، بنعمل برضو جيم بلاي ريفيوز. شكرا لكل الناس اللي بتدعمنا، يا ريت يا جماعه لو لسه ما عملتوش لايك اعمل لايك، اللايك تاخد منك ثانيه، الالجوريثم بتاع يوتيوب بيبعته ناس كتير جدا بتتفرج على الحلقات دي، وناس كتير بتقدر تدعمنا ونقدر نقدم الكونتنت ده، بدعمكم مش هنروح حته، فادعمونا واعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للشانل، شغلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم الفيديوهات اللي بنزلها يوميا. كان معاكم مروان احمد فود فارماسيست، اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا تاني زي ما قلت على تويتش وعلى انستجرام وعلى تويتر، اشوفكم في حلقه جديده مع كونتنت فيفا التيمت تيم، سلام عليكم.